تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، ودائما نقول صباح السعادة وصباح التفاؤل، ويومكم إن شاء الله مستمعينا الأعزاء مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. دائما مستمعينا الأعزاء، الشعور بالسعادة والشعور بالتفاؤل له آثار إيجابية على صحة الإنسان. أرحب بكم مستمعينا الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. وقبل لا نستعرض وياكم مستمعينا الأعزاء فقرات برنامجنا لهذا اليوم، أحب أن أرحب بفريق العمل المبدع معي، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأستاذ أحمد سلامة، وفي الإخراج مخرجنا المتألق دائما الأستاذ نمر محمد، وأنا محدثكم عبد الله محمد جمعة. وأيضا من خلال برنامج صحة وسعادة أرحب دائما بتواصلكم مستمعينا الأعزاء على الأرقام 600551414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ونستعرض وياكم فقرات برنامجنا هذا اليوم، ومثل ما عودناكم دائما مستمعين الأعزاء فقرة الأخبار المحلية والعالمية، واليوم تحت عنوان إحصائيات استخدام التبغ في العام خلال 30 عاما. أما فقرة السوشيال ميديا ومستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي والصفحات الأخرى ذات العلاقة، وبتعطينا هاي المستجدات الأستاذة أسمى الجناحي. فقرة التغذية مستمعينا الأعزاء، واليوم تحت عنوان الأوراق الخضراء وأهميتها في السلطة، وبتكون معاي اليوم عبر الهاتف خبيرة التغذية الأستاذة عفرة التغذية السريرية من هيئة الصحة بدبي، وحديثنا معاها عن الخضروات ذات الأوراق الغذائية والفيتامينات والمعادن اللي فيها، وأيضا عن التركيز عليها لتعزيز الصحة العامة، وأيضا بنتحدث معاها عن القيمة الغذائية للسلطة المحتوية على الأوراق الخضراء ومعدل تناولها في اليوم الواحد. أما عن خدمات الهيئة الصحة بدبي مستمعينا الأعزاء، اليوم تحت عنوان تطعيم اليافعين اللي من أعمار 12 إلى 15 سنة، وبتكون معايا الدكتورة هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي للحديث عن المتطلبات الأساسية للتطعيم اليافعين والفئات ذات الأولوية، وأيضا معلومات كثيرة حول هذا الموضوع وأماكن أيضا توفير اللقاحات بهيئة الصحة بدبي. ناخذ فقرة السوشيال ميديا مستمعينا الأعزاء مع زميلتنا الأخت أسماء الجناحي ومستجدات وسائل التواصل الاجتماعي. أختي أسماء صباح الخير. صبحكم الله بالنور والسرور أخوي عبد الله عليكم وعلى كل مستمعين إذاعة نور دبي. الله يصبحك أختي أسماء بالنور والعافية. وشو عندنا اليوم من مستجدات في وسائل التواصل الاجتماعي؟ من ضمن الأشياء اللي صار في قنوات التواصل الاجتماعي هو معلومات عن وإطلاق خدمة حجز المواعيد من خلال الواتساب، وهي في الإطار الجهود الاستثنائية المستمرة لحكومة دبي لاستكمال تطعيم جميع سكان الإمارة المؤهلين. صحة دبي تطلق خدمة حجز المواعيد تلقي لقاح كوفيد عبر تطبيق واتساب لتيسير كافة السبل لتلقي اللقاح. أخوي عبد الله، من ضمن الأشياء اللي نحن حطيناها أنت قناة التواصل الاجتماعي وكيفية حد موعد تطعيم كوفيد من خلال هذه من خلال تطبيق الواتساب، خطوة بخطوة موجود في قنوات التواصل الاجتماعي. أيضا من ضمن الأشياء أو الأسئلة اللي كانت وصلنا عن هل
المواعيد متوفرة أو غير متوفرة. نحن دائما ننصح الأشخاص لما يكون المواعيد يدخلون المواقع ويتأكدون. يعني إذا كان الموقع الأول مثلا المواعيد محجوزة أول أسبوع يجربون في الموقع الثاني راح يحصلون. مثلا اليوم دخلنا المواعيد أول مركز أول هذا الأسبوع فولي بوكت، الأسبوع الموقع الثاني المواعيد موجودة باكر. فدائما ننصح الأشخاص إنه يعني إذا ما حصلوا في الموقع الأول يدخلون الموقع اللوكيشن الثاني بيحصلون. يعني مثلا عندنا واحد من مراكز وان سنترال في يعني لو دخلوا على وان سنترال بيحصلوا مواعيد باكر مباشرة في المركز. فهاي من ضمن الأشياء اللي نحن دائما نحاول نأكد عليها للمتعاملين إن أهمية إنهم يدخلون أكثر من موقع. أيضا من ضمن الأشياء اللي صارت أو السؤال اللي دائما يسألونه يا خلال هالفترات بما أنه كان هالكم من يوم اليوم العالمي للتصلب باللويحي كانوا يسألون هل يمكن المرضى التصلب باللويحي أخذ اللقاح؟ نعم يمكنهم ذلك، ولكن بعد مراجعة الطبيب المعالج لمعرفة التوقيت المناسب لأخذ اللقاح حسب الأدوية اللي يتناولها المريض العلاج من التصلب باللويحي، لأن بعض الأدوية تحتاج وقت معين أنهم يأخذون فيه اللقاح. دائما ننصحهم بالتواصل مع طبيب المعالج، وهذا مو بس لمرضى التصلب اللويحي، أيضا لجميع الأمراض اللي يكون شوي يعني تخصصية ننصحهم دائما يتواصلون مع طبيبهم المعالج أن يتأكدون مثل الوقت المناسب أنهم يقدرون يأخذوا فيه اللقاح. تقريبا هاي الأشياء اللي كانت حول التطعيم في قنوات التواصل الاجتماعي، وأتمنى لكم الصحة والسعادة. أتمنى لك الصحة والسعادة أختي أسماء الجناحي، شكرا جزيلا لك، وشكرا أيضا على هاي المستجدات الخاصة بالوسائل التواصل الاجتماعي بهيئة الصحة بدبي. وأيضا مثل ما ذكرت مستمعينا الأعزاء الأخت أسماء الجناحي بأن هيئة الصحة بدبي وبشكل مستمر دائما هناك في وسائل مختلفة قنوات التواصل لتسهيل عملية الحصول على المواعيد، وبالأخص خلال المرحلة الحالية لموعد تطعيم كوفيد 19. ومثل ما ذكرت أسماء هناك خدمة جديدة تم يعني طرحها من ضمن يعني قنوات التواصل اللي هي خدمة الحصول على موعد تطعيم كوفيد 19 عن طريق نظام الواتساب بهيئة الصحة بدبي، وأيضا جميع الإجراءات وكيفية الحصول عن طريق الواتساب مواعيد تطعيم لقاح كوفيد 19 مثل ما ذكرت الأخت أسماء الجناحي إنها موجودة بالتفصيل في قنوات التواصل الاجتماعي بهيئة الصحة بدبي. مستمعينا الأعزاء، لمعرفة فوائد الأوراق الخضراء بالنسبة للسلطة وكيفية وما هي يعني العناصر الغذائية اللي موجودة في الأوراق الخضراء بالنسبة للسلطة، ومتى الوقت المناسب، وكيف ممكن يعني أخذ الحصة الكافية من الأوراق الخضراء، وكثير أكثر يعني حول هذا الموضوع بتكون معايا عبر الهاتف الأستاذة عفرة أخصائي أول التغذية السريري بهيئة الصحة بدبي بعد الفاصل. مستمعين الأعزاء خلكم ويانا، فاصل راجعين. صحة وسعادة، مستمعين الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. دائما نرحب بتواصلكم مستمعينا على الأرقام 600551414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ومستمعين الأعزاء دائما بالنسبة للأوراق الخضراء وأهميتها في السلطة، طبعا من الأمور بالغة الأهمية اللي تتعلق دائما مستمعينا بتعزيز الصحة العامة والمناعة والوقاية من الأمراض، تأتي طبعا الأنماط الغذائية والصحية السليمة هي أهم أمر لصحة الإنسان، والتي دائما علينا أن نتبع ونلتزم بهاي الإجراءات من أجل سلامتنا وصحتنا. موضوعنا اليوم مستمعينا الأعزاء عن فقرة التغذية عن الأوراق الخضراء وأهميتها في السلطة مع الأستاذة عفرة بن كتة أخصائي أول التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي. الأستاذة عفرة صبحت الله بالخير والنور والعافية. يا هلا فيكم، صباح الصحة والسعادة عليكم وعلى مستمعينا اليوم.
الله يصبحك بالنور والعافية أختي عفرة. وفعلا يعني موضوعكم اختياركم اليوم لعنوان فقرة التغذية عن الأوراق الخضراء مهم جدا، فحابين أن وعندنا نحن قبل لا نبدأ الحلقة في عندنا أسئلة كثيرة من خلال يعني مستمعين برنامج صحة وسعادة عن يعني الحلقة اليوم وبالأخص على فقرة التغذية، فخلنا نبدأ أستاذ عفرة وتعطينا نبذة الحقيقة في البداية عن الخضروات ذات الأوراق الخضراء وما تحتوي هاي الخضروات من فيتامينات ومعادن. طبعا احنا دائما نعرف ان اخصائي التغذية دائما ينصحون بالسلطة الخضراء، لازم تكون مع الوجبة الرئيسية للشخص يتناولها. والسلطة الخضراء هم قصدهم الورقية اللي هي عبارة عن مثلا جرجير، خس، كرف، بقدونس، بصل خضر، نعناع الكيل، هاي الأوراق الخضراء. منها الفاتح في الخضار ومنها الداكن في الخضار. بشكل عام هي ليش احنا نوصي فيها؟ لأن تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن والأملاح. هذه الفيتامينات والمعادن والأملاح توجد في السلطة غير مكلفة، يعني احنا ناخذ شيء ذا قيمة غذائية بس غير مكلف لما ناخذه. ونظرا لغناء بهاي الفيتامينات ينعكس هذا بشكل إيجابي على صحتنا، يعني سلطة غير مكلفة تحتوي على قيمة غذائية عالية وتنعكس على صحتنا بشكل إيجابي. صحيح. أستاذ عفرة قبل لا ننتقل يمكن للمحاور الثانية، ذكرتي أنت يعني نقطتين أو نقاط مهمة بالنسبة للورقيات، ذكرتي يعني ما هي الورقيات وإنما الورقيات اللي هي اللون الداكن في الخضار واللون الفاتح، هل في اختلاف كقيمة غذائية بالنسبة للورقيات اللي لونها غامج أو الداكن عن الفاتح؟ نعم، الأوراق الداكنة أو الغامقة هاي اللي تحتوي على كلوروفيل، مادة صبغية خضراء كلوروفيل طبيعية موجودة في الخضروات الورقة وتكون داكنة، فصنفت هذه بعد تحليلها أن تحتوي على نسبة عالية من الفوليك أسيد. والفوليك أسيد أو حمض الفوليك هذا مهم جدا، من أحد مكونات تركيب دم الإنسان، وهاي لحالات معينة إحنا محتاجين الفوليك أسيد وخصوصا نوع معين من الأنيميا. صحيح. أستاذة عفرة بالنسبة للقيمة الغذائية، يعني إذا نتحدث معك الحقيقة عن القيمة الغذائية للأوراق الخضراء وأهميتها وأهمية تواجدها يعني خلال الوجبات اليومية سواء الفطور أو الغداء أو العشاء، ومثل ما تعرفين أن يعني موضوع السلطة يعني في اختلاف بين الثقافات وبين الناس، يعني في بعض الناس تركز فقط على وجبة الغداء وبعض الناس الغداء والعشاء وبعض الناس يأخذون بعض الخضروات مع الفطور، فلو نتحدث عن في البداية عن القيمة الغذائية للأوراق الخضراء. طبعا القيمة الغذائية عالية جدا في سلطة الأوراق الخضراء. نعم. أول قيمة غذائية وأكبرها اللي هي احتواء على الألياف الصحية الموجودة فيها، هذه تساعد على تحسين عمليات الهضم في المعدة وعلاج الإمساك عند الأشخاص، كما أنها تعطي إحساس بالشبع وتبقى في المعدة لمدة طويلة، لفترة طويلة ممكنة، بحيث الإنسان ما يحس بعدها بشبع، عشان شيء هي لنا ألياف، وبالتالي تسيطر على الشهية المفتوحة. الناس اللي عندهم شهية مفتوحة تسيطر على هذا الإحساس الطويل اللي عندهم بالشبع، وهو ما يساعد على التخسيس وانقاص الوزن. دائما تشوف في برامج الحمية يحطون سلطات، ليش؟ تحس بالشبع لفترة طويلة والشهية الروم نسيطر عليها. ثاني شيء تمد الجسم بالفيتامينات. لما نقول الفيتامينات، فيتامين بشكل عام، لا نخصصها شو هي الفيتامينات. الفيتامينات المهمة مثلا الفيتامينات لوقاية القلب والأوعية الدموية، نقول أنا تحتوي على نسبة تكاد تكون معدومة. ليش هي مهمة هاي الفيتامين؟ أول شيء الخضروات تكاد تكون معدومة في الدهون، ما فيها دهون أصلا الخضروات الخضراء. صحيح. ونسبة عالية من الألياف وغنية بحمض الفوليك أسيد اللي خبرتك عنها في الأوراق الخضراء. صحيح. وتحتوي على فيتامين سي والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وبالتالي هي تقي الجهاز الوعائي، الوعاء الدموي والقلب، عشان هي ضرورية في وظائف القلب. كذلك مفيدة مثلا لمرضى السكر بسبب احتوائها على المغنيسيوم، مغنيسيوم عالي فيها، ضرورية لتقوية العظام والتئام الجروح وتخثر الدم خصوصا في حالات النزيف.
نسبة عالية من فيتامين كي الموجود فيها، عشان كذي احنا نحتاجها في التئام الجروح، تعمل على الحد من خطر الإصابة بسرطان الثدي. ليش؟ لأنها غنية بمضادات الأكسدة موجودة فيها. كذلك عندنا قلنا مثل ما ذكرنا سابقا الوقاية وعلاج بعض أنواع من فقر الدم اللي هي مرتبطة بنقص الحديد، فهي غنية بالحديد، غنية بفيتامين سي، غنية بالفوليك أسيد، وهذه أحد المكونات المهمة في تركيبة الدم، فهي غنية بهاي الأشياء. صحيح. كذلك قليلة من السعرات الحرارية، دائما نشوفها يحطونها في أنظمة الرجيم عشان قليل السعرات الحرارية، فنحن نروم ناكلها بكميات كبيرة وما فيها سعرات حرارية. تتصف السلطة الخضراء بأنها طعمها لذيذ، يعني كل حد يستسيغها، ممكن تحطها على غدا، فطور، عشاء، الكل يستسيغها. صحيح. مجرد شوية دريسنج تحط عليها ويكون دريسنج صحي، يعني صلصة صحية مثل زيت زيتون، مثل شيء قليل الدسم، هذا تشي طعمها جميل، سهلة في الإعداد، ممكن شخص في دقائق يخلصها، يغسل الأوراق غسيل جيد ويحطها. تعدد طرق واختلاف المزج فيها، ممكن أنا أكل مثلا الكيل مع خلطة معينة من الخس، مع خلطة معينة من البصل، مع خلطة حسب الخلطة، فأنت عندك تنوع في هذا الشيء، فتروم تنوع فيه. كذلك وتعتبر وجبة خفيفة وسهلة الهضم، يعني حتى ممكن تأكلها في وقت متأخر من الليل، إذا ما تبى تأخذ مثل أشياء الدسمة كذا وتتحافظ على صحتك، وتأخذها بالليل تعطيك الشبع، لكن طعمها جيد وسهلة الهضم، ما تحس بتخمة بالليل. نعم أستاذة عفرة، أيضا يعني من خلال حديثك نحن توصلنا بعض الأسئلة، وفي سؤال يعني أنت توج تكلمتي فيها بالنسبة متى يفضل يعني الوقت الأفضل لاستفادة الجسم من هاي الأوراق اللي ذكرتيها، الفوائد الكبيرة اللي ذكرتيها الأستاذة فاطمة، الأستاذة عفرة، إن هل هناك وقت معين ممكن نحن ناخذ السلطات هاي والأوراق الخضراء بحيث أن جسمنا يستفيد منها؟ احنا بالنسبة للسلطات الخضراء نقدر ناخذها اي وقت خلال اليوم، اي وقت، لكن ليش احنا نفضلها؟ يعني احنا ممكن اخذها ثلاث مرات، ممكن اخذها اربع مرات، ممكن اخذها خمس مرات، يعني قصدي خمس اطباق في اليوم، يعني نفضلها ليش في اليوم؟ نعم. احنا ليش نفضلها مع الوجبات الرئيسية؟ عشان ان لما تاكل السلطة تقلل من كميات النشويات اللي ما اكلناها، يعني تقلل من كمية الرز. صحيح. تقلل من كمية الخبز، لأن هذه السلطات تعطيك الشبع، فالروم نسوي توازن في الوزن، توازن في السعرات الحرارية عن طريق أن هذه السلطات لما ندخلها في الوجبة الرئيسية نقلل من الدهون من خلالها ونقلل من النشويات اللي ناكلها. صحيح. أستاذ عفر، أي وقت. نعم تفضلي أستاذ عفر. نقول روم تأخذها في أي وقت، لكن صحيح. يفضل على الوجبات الرئيسية نركز عليها أكثر. نعم أستاذ عفر، أنت ذكرتي الدريسنج اللي هي الصلصة، طبعا تختلف يعني هناك خيارات كثيرة الحقيقة من يعني الصلصة، وكيف أن الشخص ممكن يعني يعد الصلصة هاي بشكل شخصي، وأمور كثيرة موجودة. هل يعني سؤال، هل الصلصات هاي الدريسنج تأثر على قيمة أو تقلل يعني القيمة الغذائية للسلطة، وبالأخص للأوراق يعني الخضراء اللي موجودة في السلطة؟ نعم، إذا قدرت، إذا خذيت سلطة، إذا خذيت دريسنج أو صلصة غير صحية بتأثر على القيمة الغذائية الموجودة. إحنا من ضمن القيم الغذائية الموجودة في السلطة قلنا أنها شبه عديمة من الدهون، لكن أنا إذا استخدمت مثلا مايونيز بدهون معينة، إذا أنا أضف الدهون إلى السلطة. نعم. إذا هذه السلطة زدتها ملح، إذا أنا رفعت كمية الصوديوم، خصوصا الناس اللي عندهم ضغط وعندهم هالأشياء، فأنا رفعته، لكن إذا هذه السلطة أنا سويت لها دريسنج أو صلصة عن طريق مثلا عندك الخل، عن طريق الليمون، عن طريق زيت الزيتون، هاي كلها صحي، عن طريق مثلا دبس الرمان، هاي الأشياء الصحية، فأنا أضيف لها قيمة غذائية بالإضافة إلى قيمتها الغذائية، يعني هي أصلية. أيوة. فيضاف عليها، ولكن يعني مثل ما ذكرتي مفروض يعني نبتعد عن إضافة أشياء ممكن يكون فيها
يعني دهون إضافية أو يعني زيادة ملح إضافي على أساس أنه لا يقلل أيضا من القيمة الغذائية للسلطة. أستاذ عفرة، يعني هل يفضل أخذ السلطة بدون أي دريسنج أو مكملات غذائية تكون صحية، ولا أنه ممكن يعني أنه يضاف مثل ما ذكرتي بعض أنواع الصلصات بس بشرط أنها تكون صلصات صحية؟ بالعكس، أنا أوصي يحطون دريسنج صحي عليها، عشان أنا إذا زادت استساغتي للسلطة فباكل منها كمية أكبر. صحيح. هل السلطات تساعد على إنزال الوزن؟ نعم، تساعد على إنزال الوزن لأنها تحسسك بالشبع. ترون تأكل منها كميات كبيرة وتحسسك بالشبع، يعني عندك الكوب الواحد من السلطة الخضراء، كوب سلطة خضراء تعطيك فقط 25 سعر حراري، يعني ولا شيء. لما هذا الشخص قد تطلع على 1500 و1800 سعر حراري، إذا 25 سعر حراري ولا شيء بالنسبة له. فتروم تأخذ كوب وكوبين، بحيث أن حصة الشخص الواحد خلال اليوم من 3 إلى 5 حصص في اليوم. الحصة الواحدة معناتها من كوب، من 3 أكواب إلى 5 أكواب سلطة خضراء. صحيح، يعني كمية لا بأس بها صراحة، يعني 3 أكواب يعني كمية جيدة. أيضا أستاذ حصة، يعني لو تحدثنا، يعني طبعا ما شاء الله تبارك الله فوائد كبيرة ومتنوعة، لأنها أصلا هي السلطة تكون في الغالب يعني متنوعة بال ال 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 يعني المكس اللي فيها من أوراق خضراء إلى خضروات ثانية. فلو تحدثينا وتعطين بعض النصائح لمستمعينا الأعزاء أستاذ عفرة عن الحصة اليومية، وأيضا يعني معدل تناول السلطة في اليوم الواحد، ولو أيضا يعني تتحدثين في الـ يعني هل هناك نوع معين أستاذ عفرة من الخضروات أنت يعني تحبين أن تعطين بعض النصائح لمستمعين الأعزاء أن يركزون عليها خلال اليوم؟ أيوة نعم، بخصوص السلطات، مش بالنسبة للأطفال أو الكبار، نعم. مش كل نوع السلطات الخضراء هم يحبونها، في أنواع معينة الأشخاص يستسيغونها أكثر. فلما تي ربة المنزل وتعد سلطة للبيت، تحاول أنها ما تمزج أنواع معينة، بحيث أن مثلا ولدها ما يحب نوع معين كان ممزوج في السلطة، أو الزوجة مثلا ما يحب. لا، تحاول تعمل سلطات من المكونات اللي العائلة تحبها. يعني مثلك عندك الكيل، الكيل له قيمة غذائية عالية بالأنتي أوكسيدنت، لكن في نفس الوقت إلى طعم المرارة. صحيح. فلأن لما أبغي أغذي عيالي أقول لا، هذا قيمة غذائية عالية، وأحط العيال اللي ما بيأكلونه. ليش؟ لأن إلى طعم معين. فأنا ممكن أنا أستبدله بمثلا كرافت، بالخس، بالجرجير، يعني الأشياء اللي هم يستسيغونها، بالتالي يحصلون العناصر الغذائية اللي هم يحتاجونها، وفي الشيء اللي هم يحبونه مش مغصوبين عليه. صحيح. وهذا أيضا يعني مثل ما ذكرتي أستاذة عفرة يحتاج إلى الدعم، يعني الحقيقة يعني المفروض أنه أيضا يكون هناك يعني اهتمام من قبل الأسرة أو من قبل الأم بالأخص، ب يعني تعليم الطفل على أهمية السلطة ويعني العادات الصحية، وتكون يعني لدى الطفل ثقافة من يعني سنوات الأولى من العمر، أنه كيف يعني يعرف أهمية السلطة وكيف ممكن يشوف السلطة، يعني سواء في يعني وجبة الفطور أو الغداء أو العشاء، فيبدأ يعني ينمو ويعرف أن هاي ثقافة صحية ومفيدة، وبيتعود أنه يعني يأخذ السلطة في وجباته اليومية على أساس أنه يستفيد من العناصر الغذائية اللي موجودة في السلطة أيضا. نعم، عشان شيء الطفل إذا أنا أبني عنده ثقافة غذائية صحيحة، أحاول أني أجرب عليه لكن ما أجبره. كيف إحنا نقول مثلا وحدة تقول أنا ما أجبر عيالي؟ لا، في أمهات لما يعملون السلطات يعملونها مكمل، فتلاقي الولد مثلا ما يأكل البصل فيها، أو ما يأكل صحيح. نوع من اللي موجود فيها، نوع من أنواع الخضار الموجودة فيها. لا، لازم أتجنبها. أحمل السلطة عبارة عن ستريب، عبارة عن أعواد، يعني مثلا الجزر أعواد، الخيار أعواد، الجرجير أغسله وخليه ورق، الخس أغسله وخليه ورق. أشوف العائلة، كل واحد من العائلة بشوف يمد إيده في الشيء اللي هو يحبه. صحيح.
وبالتالي بيتغذى في اللي هو يحبه، بياخذ الكميه الاكبر منه. لكن لو سويت لي اياه ميكس ممكن هذا يعيبه وما يعيبه، او ياكل كميه اقل. صحيح. يعني في اشياء ما تعيبه في السلطه فياكل كميه اقل. احاول قدر الامكان اني اخلي كل شيء يعني احنا نقول يعني صحيح، يعني كامل، يعني الورقه كامله، ورقه جرجير كامله، ورقه الخس كامله بهاي الطريقه. يعطيك العافيه استاذه عفرة، ويوعتينا الحقيقه على السلطه، بس السلطه الصحيه. كل الشكر والتقدير لك أستاذة عفرة بن كتة، أخصائي أول التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي، على المعلومات الطيبة، وإن شاء الله لنا لقاءات ثانية معك للحديث عن مواضيع صحية أخرى. كل الشكر والتقدير. مستمعينا الأعزاء، تطعيم اليافعين من العمر 12 إلى 15، ضيفتنا بتكون معايا عبر الهاتف الدكتورة هند العوضي، رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي، بعد الفاصل. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء يا مرحبا بكم وسهلا، ورجعنا لكم في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. ونرحب دائما بتواصلكم معنا على الأرقام 600551414، وعلى الرسائل النصية القصيرة 4006. ومستمعينا الأعزاء، طبعا ضمن خطة وحملة الحملة الموسعة للتطعيم ضد كوفيد 19، هيئة الصحة بدبي بدأت مؤخرا تطعيم اليافعين من سن 12 إلى 15 عاما، طبعا في خطوة مهمة لإتمام عملية التطعيم. يشرفني تكون معي اليوم عبر الهاتف الدكتورة هند العوضي، رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي. دكتورة هند، صبحت الله بالخير والعافية. صباح الخير عبد الله، صباح الخير لجميع المستمعين. الله يصبحك دكتورة هند بالنور والعافية، وسعداء جدا وجودك معنا اليوم وكل يوم دكتورة هند للحديث عن تطعيم اليافعين من سن 12 إلى 15 سنة. طبعا هيئة الصحة بدأت مؤخرا في تطعيم هاي الفئة في خطوة مهمة لإتمام عملية التطعيم. دكتورة، لو تحدثينا يعني عن المتطلبات الأساسية لتطعيم هاي الفئة. طبعا بداية يعني أجازة وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاستخدام لقاح فايزر بايونتك للفئة العمرية ل 12 سنة ل 15 سنة. طبعا هذا القرار ما جاء من فراغ، هذا القرار جاء بناء على نتائج دراسات سريرية إلى جانب تقييمنا المحلي اللي طبعا يتوافق مع كل اللوائح الرسمية المعتمدة. ومن ثم تم اتخاذ قرار إعطاء اللقاح لليافعين من عمر 12 ل 15 سنة. طبعا المتطلبات لحصولك على هذا اللقاح انك انت تكون من ضمن عمر 12 ل 15 سنة. في بعض الأشياء الأساسية، في شيء جدا مهم انه لأن إحنا نعتبرهم من ضمن فئة اليافعين، فجدا مهم أنك أنت لما هذا الشخص يحضر لحضور اللقاح، موعد لقاحه، لازم يكون معه ولي الأمر، لأن في نهاية الأمر هو يعتبر شخص تحت السن القانونية، فنحتاج حضور ولي أمره عشان يقوم بالتوقيع في سجل التطعيمات، إلى جانب إحضار هويته إذا كان من ضمن فئة المواطنين، وإذا كان من ضمن فئة المقيمين الهوية مع صورة من الإقامة. نعم دكتورة، طبعا بالنسبة للفئة بالأخص يعني 12 ل 15 سنة، لو نتحدث معك دكتورة، هل هناك في ذات أولوية في هذه الشريحة العمرية بالنسبة للتطعيم؟ طبعا أنا دائما أنصح الجميع إذا كان من ضمن الفئة المستهدفة، الفئة العمرية هذه ما في شيء يمنع حصوله على اللقاح. أنا بنذكر بعض الفئات المستثناة، لكن أنا بشكل عام أنصح الجميع بضرورة أخذهم للقاح، لكن نشدد ونركز على الأشخاص اللي أبنائهم يعانون من أمراض مزمنة. إحنا هني ننصحهم بشكل خاص بضرورة أخذهم للقاح، لأننا نعرف أن أصحاب الأمراض المزمنة تقع من ضمن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات كوفيد-19. لذلك إحنا
ننصح أولياء الأمور اللي عندهم أبناء يافعين وعندهم أمراض مزمنة لازم هم يكونوا من أوائل الأشخاص اللي يبادرون بأخذهم لهذا اللقاح، إلى جانب إذا كانوا الأبناء هذول ساكنين مع أشخاص كبار في السن، لأن إحنا نعرف عبد الله أن أيضا كبار السن يقعون من ضمن الفئات الأكثر عرضة لإصابة بالمضاعفات المرض. لذلك الأبناء اليافعين اللي ساكنين مع كبار السن لازم هم أيضا يبادرون بأخذهم للقاح، إلى جانب إذا كانوا هذول الأشخاص ساكنين مع أشخاص ذوي أمراض مزمنة، إذا كانوا ساكنين مع أصحاب همام، أو إذا كانوا ساكنين مع أشخاص مو قادرين يحصلون على اللقاح لأسباب صحية. فإحنا يعني دائما نقول أنتوا هذه الفئات لازم تكونون من أوائل الأشخاص اللي تبادرون بأخذ لقاح كوفيد-19. نعم، وأيضا ذكرتي دكتورة بأن يعني بتحدثين اليوم عن الفئات المستثناة من التطعيم، ولكن قبل هذا عندنا سؤال دكتورة يعني من خلال أحد المستمعين لبرنامج صحة وسعادة عن الجرعة، هل جرعة اللقاح بالنسبة للأطفال العمر اللي ذكرنا من 12 إلى 15 سنة هل هي نفس الجرعة بالنسبة للكبار؟ هي نفس الجرعات، تنعطى جرعتين على فارق 21 يوم فيما بينهم، تنعطى في عضلة الإيد، العضلة الإيد العليا سواء كانت اليمين أو اليسار، لكن هي نفسها هذه نفس الجرعة. إذا قالوا ليش هي نفس الجرعة، لأن هذه هي الجرعة اللي نحتاجها عشان تتكون الأجسام المضادة في جسمنا. صحيح. نتكلم دكتورة عن الفئات المستثناة من التطعيم. طبعا الفئات المستثناة هي فئات جدا قليلة، حتى الأشخاص اللي يعانون من بعض الأمراض نعتبر فئة استثناءهم هي جدا قليلة. رقم واحد، إحنا ما نعطي اللقاح لشخص مصاب بكوفيد-19 في الوقت الحالي، يعني أي حد عنده كوفيد-19 إحنا نقول انتظر وخلص فترة عزلك العشرة أيام، إذا كانت حالتك الصحية طفيفة وخفيفة تقدر تحصل على اللقاح، إذا كانت حالتك شوي كانت أصعب إحنا هني نرجع قرار أخذك للقاح لفريق الطبي اللي أشرف على علاجك. لكن إذا أنت كنت تعاني من كوفيد في الوقت الحالي إحنا نعتبرك من ضمن الفئات المستثناة. وأيضا الأشخاص اللي كانت عندهم ردة فعل تحسسية للقاحات سابقة غير كوفيد، أو إذا هم يعرفون أنهم عندهم حساسية شديدة من مكون من مكونات اللقاح. طبعا الكثير بيسأل أنا كيف بعرف، أنا أقول إذا أنت كنت تعاني من حساسية مفرطة أكيد بتعرف، لأنك أنت لقاح كوفيد-19 مش هو أول لقاح أنت تحصل عليه في حياتك، إحنا في خلال مراحل حياتنا كلها حصلنا على العديد من اللقاحات، فأكيد أنت بتعرف إذا كانت عندك ردة فعل تحسسية شديدة أو ما كانت عندك. فبشكل عام هذه الفئات اللي احنا يعني نقول نستثنيهم. طبعا في بعض الحالات اللي يعانون من بعض الأمراض المناعية اللي ياخذون أنواع معينة من الأدوية، كل حالة تختلف عن الأخرى، لكن هذه بشكل عام الفئات المستثناة الأساسية. نعم دكتورة هند، عندنا اتصال من الأخ علي. أخوي علي صبحك الله بالخير والعافية وشكرا لتواصلك معنا في برنامج صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة أخوي علي. كيف الحال يا أستاذ عبد الله؟ إن شاء الله بخير. الله يعافيك بخير ونعمة الحمد لله. معك علي محمد اللي نجاو. مرحبا يا أخوي علي، كيف حالك؟ شو أخبارك؟ إن شاء الله بخير أمور طيبة. الله يطول بعمرك أخوي علي. أنا بس عندي رسالة شكر لكم جميعا لهيئة الصحة وشكرا. الله يسلمك، والشكر موصول لك أخوي علي، ودائما هيئة الصحة طبعا حريصة يعني تقديم خدمات مميزة، ودائما رضا المتعاملين هي أساس يعني اللي نحن نعمل عليها في هيئة الصحة بدبي. جزاكم الله خير، شكرا. شكرا أخوي علي على اتصالك معنا في برنامج صحة وسعادة. دكتورة هند نكمل حديثنا، هناك أيضا استفسار من أحد المستمعين عن موضوع الأعراض، هل هي الأعراض يعني بالنسبة للفئة العمرية من 12 إلى 15 سنة نفس الأعراض اللي ممكن تكون للكبار؟
هي هذه الأعراض احنا نسميها أعراض جانبية بسيطة شائعة عند أخذك أي نوع من اللقاحات، هي مثلها مثل أي أعراض أخرى للقاحات أخرى. الأعراض تكون في أول 3 أيام، لكن من الاحتمالية أنها شوية تمتد لعقب 3 أيام، ممكن أنت تعاني من بعض الأعراض لمدة شهر. الأعراض وايد بسيطة أخوي عبد الله، هي أنك أنت طبيعي أنك تحس بألم، تورم، إحمرار، أو ممكن حكة مكان الحقنة، ممكن درجة حرارة جسم اليافع ترتفع، يحس بالتعب والإرهاق، إثيلة، رعشة، بعض ألام في المفاصل والعضلات. يعني هذه الأعراض هي أعراض نقدر نقول شبيهة لكل اللقاحات اللي ماخذها الطفل في حياته. يعني احنا نعرف ان العديد من اللقاحات يوم ياخذ طبيعي انه شوي يحس بألم، تعب، هاك اليوم يحس ان حرارته ممكن ترتفع. فهاي الأعراض احنا نقول عنها أعراض شائعة وليست خاصة فقط بلقاح كوفيد 19. نعم دكتورة، ايضا عندنا استفسار. نعم تفضلي. اسمح لي يعني سبب هذه الأعراض، سبب هذه الأعراض ان جسمك قاعد يكون الأكتام المضادة، وعشان صحيح. هذه العملية تكون جهازك المناعي يعني يكون في عمل دائم، فعشان كذي انت تحس انك انت تعبان، لان هذا معناته ان الجهاز المناعي قاعد يشتغل ويكون لك الاجسام المضاده اللي انت بتحتاجها لمحاربه كوفيد 19. والكثير يلاحظ ان بعد الجرعه الثانيه شويه الاعراض تكون اشد، هذا لان جهازك المناعي اوريدي متعرف جزئيا على كيفيه مهاجمه المرض. لذلك شوي الكثير يقول انا في جرعه ثانيه حسيت الاعراض شوي اشد علي. صحيح صح دكتوره. دكتوره ايضا عندنا استفسار من احد المستمعين بالنسبه، تقول يعني لو تنصحنا الدكتوره هند عن يعني كيف ممكن يتهيأ الطفل بأخذ اللقاح، لأنه يعتبر يعني جانب يعني يلعب الجانب النفسي كثير في هذا الموضوع، يحتاج أن أيضا الطفل يقتنع بأن هذا اللقاح أيضا يعني شيء مهم ولازم أنه يأخذه. فيقولون لو يعني تعطينا دكتورة بعض النصائح يعني الأم والأب لي يعني تهيئة الطفل هذا لأخذ اللقاح وأهمية اللقاح بالنسبة لهاي الفئة العمرية بالذات. طبعا هاي الفئة العمرية هي تعتبر أنا يعني أقدر أعتبرهم شبيهين بالبالغين، فأنا فكرة الإكراه وأنه غصبا عنك ولازم تأخذ، أنا هاي الطريقة مو ما أحبها عبد الله. صحيح. أنا بالنسبة لي أحب أشرح للشخص ليش أولا هذا اللقاح موجود. فهذه من بداية إحنا كنا لازم دايما، أنا كنت أقول اشرحوا لهم الوضع الحالي، اشرحوا لهم شو هو كوفيد، اشرحوا لهم شو تأثير كوفيد على حياتنا وعلى دولتنا وعلى العالم بشكل عام. فهم يوم يعرفون كيف هذا المرض كان لوطأه على حياتنا وعلى العالم، هني نقدر نشرح لهم شو هو اللقاح، اللقاح من شو مصنوع، شو هي آلية عمل اللقاح. أنا بعد دوري أني أنا أوجههم أنكم لا تسمعون، لأن إحنا نعرف هذا الجيل في هذا العمر يحب يرجع لوسائل التواصل والإشاعات والكلام، فأنا هني أقدر أوجههم إذا تبون تعرفون معلومات عن اللقاح وآلية عمل اللقاح وكيف يشتغل، أنصحهم ببعض المواقع الطبية المعروفة عبد الله. هيئة الصحة ما قصرت، نزلت العديد من المنشورات وحاولنا نشرح آلية عمل اللقاحات وشو هي اللقاح وكيف يشتغل وشو هي الأعراض. بشكل عام أنت لما توعي هذا الشخص وتكلمه كشخص بالغ وتشرح له أهمية هذا اللقاح، وبعدين تشرح أنه حتى أنت بأخذك للقاح أنت مش فقط تحمي نفسك، أنت تحمي كل المحيطين اللي حوالينك، اللي هو يدك، يدتك. صحيح. إذا كان عندهم أشخاص يعانون من أمراض مزمنة، إحنا نقول إحنا بهاي الطريقة بعد نحافظ مش على أنفسنا لكن أيضا نحافظ على المتواجدين معانا في المجتمع، ونحسسهم أن أخذهم للقاح مسؤولية مجتمعية، وهم أيضا لازم يبادرون بأخذ هذا اللقاح. نعم. أنا بالنسبة لي أنا أفضل دائما هذه الطريقة، وهذه يعني عكس طريقة الإكراه والإجبار، أنا مول يعني ما أتقبلها. أنا أحب أني أنا أشرح للشخص اليافع
شو هو اللقاح وضرورة أخذه لهذا اللقاح. نعم. دكتورة هند، أنا أذكر يعني يمكن في بدايات الجائحة ومن خلال يعني استضافتنا في مواضيع مختلفة وبرامج يعني كثيرة، ذكرتي هذا الجانب دكتورة بأن يعني دور يعني الأسرة بشكل عام، ولكن دور الأم والأب يعني مهم جدا لي يعني معرفته للجائحة ومعرفته للإجراءات ومعرفته للسياسات والأمور هاي، على أساس أنه يعني يعرف كيف يدعم الطفل بحيث أن الطفل ما يكون يعني يأخذ المعلومات من مصادر غير صحيحة أو من ناس خارج البيت. فهاي الجزئية أتذكر دكتورة أنت تكلمت فيها وقلتي يعني للأم والأب بشكل خاص أنه ممكن الطفل في أي يوم يسأل أو في أي لحظة يسأل، فلابد أن الأم والأب بشكل خاص يكون عندهم معلومات على أساس أنه الطفل يكون يعني يجمع هاي المعلومات ومفيدة لليوم اللي ذكرتي دكتورة، يعني إذا كان عنده معلومات ومطلع على الإجراءات والتطورات اللي جالسة تستوي، فبيصبح موضوع التطعيم شيء يعني سهل بالنسبة لأنه يقبله. بالضبط بالضبط عبد الله. نعم دكتورة، يمكن حابين أيضا إحنا يعني من خلال حديثنا معاك نعرف معلومات تتوقعين دكتورة أنه يجب يعني يتم إبلاغ مقدم الخدمة عنها قبل الحصول على اللقاح؟ طبعا إحنا ما نعطي اللقاح لأي شخص عنده أعراض مرضية. نعم. خصوصا إذا كانت عنده حمى، يوم هو يوصل لمركز يعني يوم يوصل للمركز الصحي هم يقومون بفحص علامات الحيوية، لكن لأن اليافعين إحنا نبي نحتاط زيادة، فإحنا أيضا نفضل إن إذا كانت عنده أي أعراض خلال آخر 3 أيام هو يقوم بإبلاغ مقدم الخدمة إن يعني طفلي كان يعاني من أعراض أمس أو اليوم اللي قبله، فهني إحنا نفضل أن نقوم بتأجيل موعد أخذه للقاح ليوم آخر، يوم يكون هو ما يعاني من أي أعراض. طبعا نذكرهم بالتاريخ المرضي لطفلنا، وإذا كانت عنده أي أمراض مناعية بعد إحنا نفضل أنه يقوم بإبلاغ مقدم الخدمة. في بعض الأمراض المناعية يقدر الطفل يحصل فيها على اللقاح، مثل ما قلت لك يعني الفئات المستثناة هي جدا قليلة، أمراض معينة وأدوية معينة فقط هم الأشخاص اللي إحنا نستثنيهم من أخذهم للقاح. صحيح. أيضا دكتورة يعني إذا تحبين تذكرين مستمعين الأعزاء يعني لأن هناك بعض الاستفسارات حول هذا الموضوع بخصوص يعني يعني الموافقة يعني على أخذ الطفل هذا اللقاح، هناك تقييم طبعا قبل أخذ اللقاح، تقييم يكون موعد ويكون تقييم شامل لحالة الطفل من قبل الطبيب، من بعدها يتم يعني إعطاء الموافقة من قبل الطبيب إذا الطفل هذا أو الفئة هاي اللي نحن نتكلم عنها اليوم من 12 إلى 15 سنة يأخذ اللقاح ولا لا، مثل ما ذكرتي دكتورة إذا كانت هناك بعض المشاكل الصحية أو عندهم بعض الأمراض المزمنة فمعنات الطبيب هو الشخص اللي يقيم. فنحن نحب أن أيضا يعني نخبر الأم والأب بأن قبل لا يأخذ الطفل اللقاح هناك تقييم كامل من قبل الطبيب على أساس أنه أيضا إذا أخذ اللقاح بيكون لقاح آمن وسليم بالنسبة للطفل. طبعا هذا اللقاح ما يتوفر في كل مراكز الخدمة عنا، لازم هم بعد يحطون في بالهم أنه موجودة في أماكن معينة. صحيح. نوفرها في مستشفى لطيفة ومستشفى حتى، أما بالنسبة للمراكز الصحية موجود في مركز المزهر وزعبيل والبرشة، وأيضا عندنا المستشفى الجليل أيضا يقدم هذه الخدمة. وايد مهم نرجع نذكرهم أن كل مواعيد تطعيم كوفيد تؤخذ عن طريق مواعيد مسبقة عبد الله، هذا الشيء وايد مهم، فيعني صرنا كلنا نعرف كيف يأخذون المواعيد، يا أن يتصلون في رقم اتصالنا الموحد أو يستعملون تطبيق هيئة الصحة. وتوا بعد إحنا أعلننا عن طريقة جديدة في حجز المواعيد، هي عن طريق استخدام تطبيق الواتساب، يقدرون أيضا يستعملون هذه الخاصية في حجز مواعيد التطعيم. نعم دكتورة، طبعا هناك أيضا استفسار من أحد المستمعين حول موضوع يعني أنت ذكرتي بأن طريقة حجز المواعيد بإمكانهم عن تطبيق هيئة الصحة بدبي أو عن طريق الرقم المجاني لهيئة الصحة بدبي، فيقولون هل بالإمكان الأخت تقول هل بالإمكان أن نحن يعني قبل لا نأخذ الطفل اللي عرضه على الطبيب أو التقييم أنه ممكن نحن نستشير طبيب عن طريق الاتصال؟
طبعا احنا عندنا خدمات الطبيب لكل مواطن، يقدرون هم ياخذون موعد ويقومون باستشارة الطبيب اذا هم حابين. اكيد الطفل هذا عنده طبيبه الخاص ايضا، يقدرون هم يستشيرون الطبيب اللي هو يعرف تاريخه المرضي. اكيد يعني كل طفل له طبيب صار يعالجه، صحيح، او مش يعالجه، يتابعه، يتابع حالته يعني. نعم، فيقدر يستشير هذا الطبيب، أو هو إذا حاب يعني يستشير طبيب من هيئة الصحة، إحنا عندنا خدمة طبيب لكل مواطن، هو يقدر يبادر بأخذ الموعد ويقوم بعمل الاستشارة هذه عن بعد. نعم دكتورة هند، يمكن احنا وصلنا الى يعني قربنا نخلص، ولكن عندنا يمكن اخر دقيقة لو تحبين دكتورة تعطين بعض النصائح لمستمعينا الاعزاء حول موضوع تطعيم اليافعين اللي حاليا احنا نتكلم عنهم، اللي اعمارهم من 12 الى 15 سنة. طبعا يعني احنا ما اجزنا استعمال هذا اللقاح لهاي الفئة العمرية الا لما اتأكدنا مدى مأمونية وفعالية هذا اللقاح لهذه الفئة العمرية. فأنا يعني أنصح الجميع أن يبادرون إذا عندهم أطفال في هذا العمر، يبادرون بأخذهم لهذا اللقاح، لأن بهذه الطريقة أنا دائما أقول أخذنا للقاح إحدى المفاتيح الرئيسية لتجاوزنا لهذه الجائحة ووصولنا لمرحلة التعافي إن شاء الله. الله يعطيك العافية، الصحة والعافية والسعادة دكتورة هند العوضي، رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي. سعداء جدا دائما وجودك معنا دكتور، شكرا لك وشكرا لفريق العمل معك، جهودكم الجبار الحقيقة في موضوع توعية يعني أفراد المجتمع بما يخص يعني موضوع كوفيد 19، كل الشكر والتقدير. شكرا، ودمتم بصحة وسعادة. مع السلامة. دمتي بصحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، ووصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، ونتمنى إن شاء الله أن الحلقة قدمت لكم معلومات مفيدة ومعلومات صحية، وهذا هو دائما نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. أحب أني أشكر فريق العمل المبدع اللي كان معاي اليوم، فريق الإعداد بهيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخ أحمد سلامة، وكان معنا في الإخراج الأستاذ نمر محمد، وتقبلوا تحياتنا عبد الله محمد جمعة، ودمتم جميعا بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.